خلونا دلوقتي ناخدكم بقى ونستعرض معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هبدا معاكم بشارع رمسيس واللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي مكمله لحد ميدان العباسيه، ولو هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك برضو هنلاقي في كثافات نسبيه. هنروح عند كوبري الجلاء هنلاقي في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، لكن عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري في كذلك الامر كمان على كوبري المطريه القادم من الكابلات. ونروح معاكم طبعا الجيزة وشوارع الجيزة وخاصة شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقطعه مع المريوطية. وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية ظهرت بعض الكثافات، وفي منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل، ده بمنطقة الطوابق حتى العشرين. نكمل معاكم ونروح أسيوط وقدام مستشفى الجامعة، بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي في كثافات مرورية بدأت تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. نروح معاكم للإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من ميدان أو ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6.